ينضم إلينا من الخرطوم طارق بابكر مراسل الغد. طارق أهلا بك، لو تضعنا أكثر في صورة الاحتجاجات التي خرجت اليوم والتعامل الأمني معها. نعم نبيل، هذه التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات اللجان في ولاية الخرطوم، هذه التظاهرات استبقتها السلطات هنا في ولاية الخرطوم بإغلاق جسري النيل الأزرق والمكة نمر الرابطين بمدينتي الخرطوم والخرطوم بحري. هذه التظاهرات التي حملت شعار يعني استعادة الحكم وأيضا المطالبة بالحكم المدني والمطالبة بمحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين. هذه التظاهرات التي دعت لها التنسيقيات هنا في مدينة الخرطوم جعلت شارع مطار الخرطوم هو نقطة لتمركز هذه المظاهرات، حيث أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين هناك، والذين يعني رفعوا شعارات تطالب بالحكم المدني، وأيضا يعني هنالك شعارات خرجت من المتظاهرين لتذكير كل المواطنين والمواطنين المارين والعابرين عبر هذا الطريق بأن يوم 24 من أغسطس الجاري سوف يكون إضراب عام، وهو أحد الوسائل السلمية وفقا لبيان تنسيقيات اللجان بولاية الخرطوم، إذ إنها قالت إنها سوف تستخدم كل الوسائل السلمية نبيل من عصيان واعتصام وتظاهر وإضراب لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، وأيضا يقولون بأن ما تم في 25 من أكتوبر الماضي هو يعني قطع الطريق أمام مسار انتقال الديمقراطي والذي وصفوه بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية. إذن هذه التظاهرات تأتي نبيل وفق جدول به مظاهرات مركزية، واليوم شهدنا واحدة من هذه التظاهرات طيب المركزية وأخرى غير مركزية، ويقولون أنهم في المتظاهرون يرددون دائما مقولة لا للحكم العسكري نعم للحكم المدني، ولكن المكون العسكري انسحب وترك للقوى السياسية والثورية مهمة تشكيل حكومة مدنية في هذه المرحلة وتعهد بعدم التدخل، أليس هذا ما يريدونه؟ نعم حقيقة نبيل، أنه في الرابع من شهر يوليو الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن القوات المسلحة أو الجيش أو المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية، تاركا المجال للقوى المدنية والثورية لأن تدير شأنها وتشكل حكومتها. ولكن بالنسبة لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يصفون هذا الخطاب الذي أعلن فيه قائد الجيش رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه يعني خطاب هو بمثابة وفقا لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بمثابة التراجع التكتيكي نتيجة لضغط الشارع. إذن هم في هذه التظاهرات يقولون بأنهم هم يعني السبب الرئيسي في هذه التظاهرات هو ما تم في 25 من أكتوبر الماضي، وهو بحسبهم يعد انقلابا على الوثيقة الدستورية وانقضاضا على مسار الانتقال الديمقراطي. يقولون إن السبب في ما تشهده البلاد يعني من تعقيدات سياسية هو ما تم في 25 من أكتوبر الماضي، وحتى في رؤيتهم التي دفعوا بها ل يعني الآلية الثلاثية التي تتشكل من اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد، قالوا في رؤيتهم إن الأجواء غير مواتية لعملية الانتقال الديمقراطي ما دام أن هنالك انقضاض على الوثيقة الدستورية وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي، وهو ما حدث في 25 من أكتوبر الماضي. إذن هم يعني في تظاهر وفي تصعيد مستمر، ووفقا لتنسيقيات اللجان يقولون أنهم سوف يتخذون كل الوسائل السلمية من تظاهر عصيان اعتصام وإضراب، حيث حددوا 24 من أغسطس الجاري موعدا لإضراب عام كأحد الوسائل السلمية وأيضا كأحد الوسائل يعني الضاغطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي ولي يعني تشكيل حكومة مدنية. البعض الآخر يقول إنه الآن المجال هو للرؤية السياسية أصبحت مدنية، إذا على القوى المدنية وفقا لكثيرين ووفقا لمراقبين يقولون بأن ما دام أن الساحة أصبحت مدنية إذا على القوى المدنية أن تشكل الحكومة وأن
يعني تدير أمرها لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. ولكن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والعديد من القوى الثورية يقولون إن الواقع الراهن الآن هو سببه الرئيس، يعني ما تم في 25 من أكتوبر الماضي والذي يصفونه بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية. إذن المتظاهرون يراهنون وفقا لبياناتهم على الشارع في استعادة مسار الانتقال الديمقراطي وإنهاء ما تم في 25 من أكتوبر الماضي وتحقيق كل أهداف الثورة. إذن الحراك الآن ما بين دعوات للحوار، وهي تتشكل الآن من عديد المقترحات ومن عديد المبادرات، وما بين دعوات للتصعيد. من الخرطوم مراسل الغد طارق بابكر، شكرا لك.